زين. القانون اللي اجتنا من الحكومة من عام 2014 قانون مو للتظاهر ولا لحرية التعبير عن الرأي، بل بالعكس يعني يكمم الأفواه، ما ينطيك الفرصة أنه تعبر عن رأيك، وإذا تريد تعبر عن رأيك لازم تروح تراجع الحكومة تقول له يابا أنا راح أطلع مظاهرة، راح أكتب كذا، راح أكتب كذا، قبل 5 أيام تأخذ إذن، ويجوز الحكومة ما ينطيك إذن. نعم. أو ينطيك، يعني هذه طبعا مكمم للأفواه، هذه نقطة السلبية الموجودة بأصل القانون اللي إجت من الحكومة. عندك القوانين العقابية قوانين ظالمة، واحد يحكمه 10 سنوات، واحد يحكمه سنة، واحد يحكمه 2، يعني قوانين عقابية ظالمة بالقانون. على أي أساس أنت تجيب قوانين عقابية موجودة أصلا في قانون العقوبات، ليش تخليه في هذا القانون؟ هذه من النقاط السلبية. إحنا في هذه المرحلة وصلنا إلى مرحلة بحيث بعد ما شفنا أن القانون بدل أن تشرع أو تشرعن حرية التظاهر، لا تمنع التظاهر. زين، إذا ما طلعنا القانون، إذا ما شرعناه، فيما إذا سقط القانون بالتصويت، ما شرعناه وبقى الأمر مثل ما موجود، إيش راح يصير؟ من يطلع المتظاهر يريد يعبر عن رأيه بقضية دستورية، الحكومة دا تقول لا أنت طلعت اعتديت على الأملاك العامة أو الأملاك الخاصة، فيروح أو يدخل من بين المتظاهرين شخص استخدم وسائل ضد القوات الأمنية، تقوم القوات الأمنية تضرب التظاهرة مثل ما صار في ساحة تشرين وفي الحبوبي بالناصرية، قام تضرب المتظاهرين بالرصاص الحي بدلا من الأمور الأخرى المولوتوف. إذن إما نحن ذاهبين إلى استخدام القسوة والقوة المفرطة والرصاص الحي وننطي الذريعة للحكومة أنه يقمع أي واحد يطلع تظاهرة، لأن يقول أنا قانوني هذا ما ماخذ إذن من عندي وطالع تظاهرة، وأنا ما راح أخليه يتظاهر لأن هو ده يطلع ضدي ضد الحكومة، أو الحكومة من داز هذا القانون الظالم، إحنا كنشطاء مدنيين كمنظمات حقوق إنسان كصحافة كإعلام كنواب متعاطفين متعاونين مع تشريع هذا القانون، إما أن نتعاون سوية أن نشرع قانون تحافظ على هيبة الدولة، لكن ما تكون هذه الهيبة على حساب الشعب، على حساب تكميم الأفواه.